قال ما حكم زوارات القبور القباب والأضرحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى ولعن زوارات القبور وخاصة القباب، لأن القباب دي ما زيارتها ما شرعية. الزيارة الشرعية للمقابر إنه الإنسان يمشي للمقابر عموما، لمقابر المسلمين، وفيها فائدتين. فائدة للزول الميت إنه يترحموا عليه، ودي بيستفيد منها الميت. والفائدة الثانية الزول الحي يتعظ ويتذكر، ويتذكر الآخر عشان يصلح عمله. أما اللي بيعملوا الليلة، الناس يمشوا المقابر هم يعتقدوا إنه الميت ده هم بينتفعوا منه، مش هو ما بينتفع منه. فهذه حرام ووسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كمان لو بقى معاه عبادة جوا القبر حتى لو كان بيعبد الله، دي مشكلة تانية، ويدخلون في اللعن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يحذر ما صنعوا، يعني هم ما بيعبدوا الأنبياء أصحاب القبور، وإنما يعبدون الله عند القبور جنب القبر، بيعبدوا الله ما بيعبدوا صاحب القبر. ها كيف إذا كان الليلة بيمشوا للقبر ويتمسحوا به ويخطوا عنده الملابس وإلى آخر؟ فهذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: هل الكلام في الصوفية غيبة؟ قال: وما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ طيب، الفرق بين الغيبة والنميمة، كلهن أول حاجة محرمات، كلهن محرمات. الغيبة إنه الإنسان يكون ما في لكن يذكر لعموم الناس. أما النميمة يمشي يذكر عن زول عشان يفسد ما بين هذين الشخصين، يعني يعرف له إنه نفرين كويسين، يمشي ينم له وداك يقول لك صاحبك داك بيقول فيك يكذب، أو لو حتى جاب كلام حق لكن على جهة الإفساد، فهذا من النميمة. الغيبة هي حرام لكن تجوز في مواضع، والكلام ده ما قلناه نحن هنا، ما قالوا السلفيين في 2019، الكلام ده قالوا العلماء من بدري، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المواضع التي كما قال الشيخ الألباني التي تجوز فيها الغيبة: الإنسان الذي يريد أن يسأل عن إنسان تقدم لخطبة، زول داري يتزوج، فهذا يسأل عنه وإن ذكر في غيبته بالسوء. ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطباني، اثنين من الصحابة الأفاضل، ودين صحابة من أهل الجنة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اتقدموا عشان يتزوجوني، تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده قروش، وأما أبا الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكح أسامة. فاغتابهم النبي صلى الله عليه وسلم في غيبتهم، ذكرهم بالسوء في غيبتهم. ولكن هذا من الغيبة الجائزة، وهذه نصيحة في الحقيقة وليست غيبة، لكن من باب اللغة التعريف اللغوي هي غيبة، لكن هي غيبة واجبة. كذلك الإنسان الذي ذهب إلى قاضي، زول شال واطاته أو ضربه فلقوه في نص راسه، وقام القاضي قال له أشهد، أو مشى دار يفتح البلاغ، قاموا سألوه قالوا له ما لك؟ يقول: فلان ابن علان ظلمني في كذا وكذا. ودي ما غيبة. طيب، دي أمور دنيا، زول بيجي ينشر الشرك للناس ونحن نحذر منه، دي تبقى غيبة كيف؟ فده من النصيحة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين في أسماء ناس. لما جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا له بئس أخو العشير، بئس ده من أسماء الذم، فذمه وكان بعيد ما بيسمع في الكلام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتعلمين أن فلانا وفلانا
لا يعلمان من ديننا شيئا. قالت وكانا من المنافقين أو كانا رجلين. المهم الإنسان إذا كان بيدعو للباطل والشر فيذكر باسمه. فالصوفية نشروا الشرك طريق القادرية المكاشفية عندنا هنا في منطقة المناقل عموما، نشروا الشرك بالله. لازم يمشوا للمكاشفي ولأولاد المكاشفي ولجردل المكاشفي ذاته بيدعو من دون الله. ممكن الصابون ناس يدعوها ويستغيثوا بها ويأكلوها ذاته من دون الله سبحانه وتعالى. ناس بيأكلوا في الطين، طين فوقه قرنجات وقرنبع بيأكلوه، حقت المكاشفي والضطريفي وحفير وكلام فارغ وباطل. فده كيف ما يذكروا وهم شغالين يدعو للباطل ولمعارضة دين الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد. فده ما من الغيبة أبدا. وأي زول بيقول ده من الغيبة إما يكون جاهل، جاهل ما عنده علاقة بالعلم وإن كان عمته 16 متر، أو يكون إنسان مجرم مستفيد داير ما يكشف حاله. وربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد المجرم ده يعرفه، ويعرفوا حتى لو كان ما بيعرفوا باسمه يعرفوا بلقبه، مكاشف ولا غيره ولا برعي ولا صايم ديما، او يعرفوا بكنيته كما ذكر ابو لهب. ما اسمه ابو لهب، اسمه عبد العزة، ابو لهب كنيه. وهكذا فالكلام في الصوفيه ما من الغيبه بل من الواجبات. الرب انا بعذبنا لو ما تكلمنا فيه.